تستمر المواجهات في منطقة سبها بعدما أعلنت لجنة حكماء ليبيا الهدنة بين قبائل التبو وسكان المنطقة بضرورة وقف إطلاق النار، إلا أن الاشتباكات لا تزال متواصلة في منطقة الطيور بسبها. مصادر طبية في المستشفى المركزي قالت بأن عدد القتلى وصل إلى نحو 43 قتيلا وعدد الجرحى إلى نحو 137، فيما أصيب أحد قوات الأمن الساعقة وأحد رجال الإسناد الأمني عند وصولهم إلى مدينة سبها. وذكر شهود عيان بأن عددا من الجثث ما زالت في منطقة الطيور في وقت وصل فيه عدد من الجرحى إلى طرابلس للعلاج بسبب نقص المواد الطبية في مستشفيات سبها. مشاهدينا، معنا في الاستوديو الدكتور عارف علي النايد سفير ليبيا في الامارات العربية المتحدة. اهلا ومرحبا بك سيد عارف. بداية، ما الذي يجري في سبها وما السبب وراء تفجير هذه الاحداث الدامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا على هذه الاستضافة. ما يحصل في سبها حقيقة فتنة والعياذ بالله، يتقطع لها قلب كل إنسان مؤمن ليبي أو غير ليبي، يؤمن بقيمة الحياة البشرية وقيمة الإنسان وكرامة الإنسان. فهذه الأرواح التي أزهقت، يعني نترحم على الجميع ونسأل المولى عز وجل أن ترتفع هذه الفتنة في أقرب وقت إن شاء الله، ونرجو من المولى عز وجل أن يشفي الجرحى من جميع الأطراف. هذه الفتنة بدأت صغيرة ثم كبرت كما هو العادة في الفتن. بدأت بجريمة جنائية، يعني كان يجب أن تعالج بالطرق القانونية من طريق الشرطة والنيابة والقضاء، ولكن للأسف الشديد لعدم تفعيل هذه المؤسسات بالسرعة الكافية في كافة أرجاء ليبيا، دخلت المسألة من مسألة جنائية إلى انتقام شخصي ومحاولة أخذ الحقوق باليد وبالسلاح. فتفاقم الأمر ونادى كل من الأطراف أبناء عمومته وعشيرته وكذا، فكبر الموضوع. وللأسف الشديد هذا ما يحصل عند غياب القانون ودولة القانون. نحن نرجو من المولى عز وجل وندعو المولى عز وجل أن تهدأ الخواطر وأن تهدأ الأمور وأن تعالج الأمور بالطرق القانونية. الشعب الليبي شعب واحد، شعب محب لبعضه البعض، التبو والتوارق وجميع القبائل الليبية وجميع المناطق الليبية كافحت جميعا ووقفت جميعا في وجه الطغيان والاستبداد. أذكر جيدا في بني غازي الدكتور علي قلمة واتصالاتنا بسيد بركة وردغو ومحمد وردغو. التبو كانوا من أوائل من وقف مع هذه الثورة، وكذلك التوارق وكذلك جميع القبائل والعشائر الليبية. فلا نرى أنها صراع، يعني هذه المسألة بين تبو وأهالي كما قد ذكر، وإنما هي بدأت بثأر مسألة جنائية تصاعدت إلى ثأر عشائري، وأصبحت المسألة أكبر مما كان يجب أن تكون عليه. طيب سعادة السفير، إلى أين وصلت الأمور الآن؟ هل تم السيطرة عليها؟ في حسب آخر الأخبار التي لدي أنه فعلا تمت التهدئة، وتم التهدئة بعدة عوامل مهمة جدا. أهم عامل من عوامل التهدئة هو المجتمع المدني الليبي الذي يتسم بالحكمة وبالاتزان حقيقة. فتنادى حكماء ليبيا ومن خلال لجان الصلح، وذهبوا إلى المنطقة وهدأوا الخواطر وهدأوا الأمور والحمد لله. أيضا المجتمع المدني الليبي أرسل كثير من المعونات والإغاثة الإنسانية التي وصلت ولا زالت تصل، وأيضا في توصيل الجرحى وغير ذلك. فالمجتمع المدني الليبي والشباب الليبي على دراية ووعي كامل بما يعني يمكن أن تنجر إليه مثل هذه الفتن، وتدارك الأمر والحمد لله. يعني حسب آخر المعلومات هدأت الأمور إن شاء الله وفي طريقها إلى المزيد من التهدئة. نعم.
دكتور عارف، فلننتقل إلى موضوع آخر، موضوع ليبيا والجزائر. إلى أين تتجه العلاقة الليبية الجزائرية، وخصوصا خلال الزيارة الأخيرة لوفد ليبيا ليبي إلى طرابلس؟ سمعنا أصواتا، أو لوفد جزائري إلى طرابلس، سمعنا أصواتا ما تزال تتهم الجزائر بدعمهم للنظام السابق وبإيواء عدد من رموز النظام السابق وعدم القبول بتسليمهم بعد قيام الثورة. الجزائر كتونس والمغرب وموريتانيا امتداد للشعب الليبي حقيقة، من الناحية الاجتماعية والشعبية. نعم. المحبة والوئام بين الشعب الليبي والشعب الجزائري لا يمكن أن تؤثر عليه أي مؤثرات. صحيح يعني أن هناك ردة فعل نفسية، يعني أنت عندما تتوقع الكثير من أخيك وتكون ردة فعل يعني سيئة عندما لا تكون يعني الأمور لا تكون حسب ما هو متوقع. لكن يعني الشعب الليبي شعب متسامح وشعب محب للشعب الجزائري، ويعلم أن كثير من الأشياء التي حصلت لم تكن بإرادة الشعب الجزائري نفسه. ففي اعتقادي أن الأرضية الشعبية، علاقة الود والاحترام والأخوة التي نجدها بين الشعب الليبي والشعب الجزائري، كفيلة إن شاء الله بأن تلتئم كل الجراحات. والحمد لله على المستوى الدبلوماسي والمستوى السياسي كانت هناك جهود كبيرة من الطرفين لرأب الصدع، والحمد لله تسير الأمور نحو الأحسن وفي إيجابية متزايدة. طيب دكتور عارف، اليوم كان هناك زيارة لوزير الداخلية الليبي إلى الجزائر، هل هذا يعد نوع من فتح صفحة جديدة مع العلاقات الجزائرية؟ الحمد لله الزيارات يعني متواترة منذ فترة، وحصلت على جميع المستويات الوزارية والدبلوماسية السياسية، وهذه الزيارة تصب في التعاون الطبيعي جدا بين جيران، يعني نحن إخوة في الإسلام وفي العروبة وجيران، وسنستطيع إن شاء الله أن نتجاوز كل المشاكل. نعم. أمن الجزائر من أمن ليبيا، وأمن ليبيا من أمن الجزائر، كغيرها من الجيران. نعم. سعادة السفير، لننتقل إلى ملف بارز وهو القمة العربية في بغداد. كيف ستكلم ليبيا أشقائها العرب في القمة العربية، وخصوصا بعد زوال النظام السابق، بعد اختفاء القذافي عن هذه القمة وكلماته الهزلية التي طالما رافقت القمم السابقة؟ ليبيا جديدة، كيف ستخاطب ليبيا المؤتمرين في القمة العربية؟ أولا يعني كلمات الطاغية كانت من باب يعني شر البلية ما يضحك حقيقة. نعم. فلم تكن هزلية للشعب الليبي الذي يعني عانى الكثير، وعانى جيران بسبب هذا الطاغية. نحمد المولى عز وجل أن خلصنا من شره ومن أفاعيله الشيطانية، وخلص جميع يعني الإخوة الأشقاء وأهل المنطقة برمتها. ليبيا منذ يعني أن تأسست جامعة الدول العربية كانت في تاريخيا عضو ليس فقط فعال بل عضو محترم وعضو فاعل وحكيم. نعم. في جامعة الدول العربية في الستينيات من القرن الماضي. نتوقع من ليبيا الجديدة إن شاء الله أن تكون هكذا، العضو الحكيم الفعال، العضو المتعاون مع جميع الإخوة. ولذلك حرصت ليبيا على تمثيل ليبيا على أعلى المستويات في هذه القمة. فنحمد المولى عز وجل على هذه المشاركة إن شاء الله، ونتمنى ونرجو منها الكثير إن شاء الله. خلال القمة العربية هل سيتم تحريك ملف الأسرى الليبيين في العراق؟ تحريك السجناء الليبيين يعني هو قد حرك في زيارات سابقة وفي اجتماعات سابقة، وهناك لجان متخصصة في هذا الصدد تتابع هذا الملف حرصا على المواطن الليبي حيثما كان وحيثما حل. ونشكر الإخوة في العراق على التعاون الكامل مع هذه اللجان. نعم. وإن شاء الله سيكون هناك متابعة لهذه الملفات من قبل اللجان المتخصصة. نعم. بالنسبة لفلول النظام السابق، السنوسي في نواكشوط، ابنة القذافي عائشة موجودة في الجزائر، وعدد كبير من الفارين في الدول الإفريقية ودول العالم، لكن لماذا لا يتم تسليمهم إلى الحكم في ليبيا الآن؟ أولا يعني الشعب الليبي يحترم المؤسسات القضائية في ليبيا والمؤسسات القانونية في ليبيا
كما يحترم جميع المؤسسات القانونية والقضائية في كل البلدان. فنحن نتفهم أن كل بلد له خصوصيات قضائية وقانونية، وهذه المسائل لا تعالج هكذا بالعواطف وبالمشاعر، وإنما تعالج بالمسلك القانوني الصحيح. هناك لجان متخصصة شكلت لهذا الغرض، والحمد لله كانت هناك زيارات مهمة فتحت باب النقاش، ونحن على ثقة كاملة بأن الجيران والدول الأخرى ستحترم إرادة الشعب الليبي وستسلم هؤلاء المجرمين والمتهمين حتى يقفوا أمام القضاء الليبي، وإن شاء الله من خلال محاكمات عادلة وشفافة ينالوا ما يستحقونه من عقاب. نعم، المجلس الوطني في ليبيا يحمل على عاتقه العديد من الملفات والعديد من القضايا التي تراكمت عبر سنين من فعل النظام السابق، ويحاول حلها مع العلاقات الخارجية والعلاقات في الداخل بين القبائل الليبية. ماذا فعل المجلس الوطني بشأن ملف المصالحة؟ المجلس الانتقالي الليبي. أولا، المجلس الوطني الانتقالي والحكومات المتتالية في ليبيا كانت دائما واضحة في أن المصالحة الوطنية هدف سامي للشعب الليبي، لن يتخلى عنه إن شاء الله الشعب الليبي ولا الحكومات الليبية. لا مفر من المصالحة، لأننا سنعيش مع بعضنا البعض إن شاء الله إلى ما شاء الله، ولن نتخلى عن بعضنا البعض، ولذلك لابد من المصالحة الوطنية. وفي الأسابيع الماضية كان هناك مؤتمر مهم جدا في الجامعة الأسمرية في زليتن، بلد البركة والنور والعلم، كان هناك اجتماع حضره أيضا خبراء عن المصالحة من عدة دول عربية ساعدت وأثرت النقاش. هذه المصالحة مهمة ولكنها معقدة أيضا، يعني مثلا ما يحصل في سبها له علاقة بالخلل الديموغرافي الذي سببه النظام السابق بتخليطه للبنية الديموغرافية في المنطقة الجنوبية، ولإخلاله بتوازنات يعني قديمة كانت قد استقرت على مدى مئات السنين. فمثل هذا الخلل ومثل هذا التلاعب بالديموغرافيا الليبية، وأيضا سياسة التفتين بين القبائل والعشائر التي عاش عليها النظام واستثمرها أسوأ استثمار في الحقيقة، ستأخذ وقت للمعالجة، ولكن إن شاء الله من خلال الحوار الوطني الموسع ومن خلال الحكمة ومن خلال الروية ومن خلال التراحم. نظام القذافي كان قائم على الكراهية والبغضاء والفتنة، لا يعالج مثل أثار هذا النظام، لا تعالج إلا بالمحبة وبالمودة وبالتراحم، يعني عكس ما كان يوطد له. فنحن الآن إن شاء الله في سبها هذه اللفتة والفزعة من قبل حكماء ليبيا الذين أصلحوا إن شاء الله ذات البين بين الإخوان في الإسلام وفي الوطن، إن شاء الله ستسير قدما هذه المصالحة. نعم سنواجه صعوبات، ولكن لا يجب أن يبالغ في حجم هذه الصعوبات، لا تخلو دولة من دول من صعوبات، ولكن إن شاء الله بالإيمان وبالإصرار وبالعزيمة وأهم شيء بالتراحم والمرحمة سيستطيع الشعب الليبي البطل المغوار وأيضا المتراحم أن يتغلب على كل الصعوبات إن شاء الله. إذن دكتور عارف علي النايد، سفير ليبيا في الإمارات العربية المتحدة، شكرا جزيلا لوجودك بضيافتنا في الاستوديو.